السلام عليكم خوتي وحبابي، تنشكركم كلكم. وأول ما كنشكر تنشكر كنحمد الله، ومن بعد الله كنشكر الأسرة العلوية الشرفة أنهم كيعاونوني استشفائيا، لأن تكاليف العلاج باهظة جدا. كنشكرهم بزاف، وهادو مسيامهم تيعاونو الفنانة وتيعاونو الفقراء، والله ينصرهم والله يخليهم لينا ديما. وكنشكر الاصدقاء اللي كتبوا الخبر البارح، وهادشي حشومه اللي كيديروا. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، صدق الله العظيم. واللي تنبغي نقول لكم هو ان التيكون تاخذكم داير ومعاه بشر عليكم. وبغيت نقول لكم واحد الميساج، انني دابا في الدار وعندي مصاريف من غير الاستشفائية، الله ينصر الشرفة. عندي مصارف لأنني توقفت عن العمل، ودابا ما سميتو عندي مصارف أدوية خارج تنشرهم الصيدلية باهظة الثمن. كنقول لكم عاونوني، إن الله الله يضيع أجر المحسنين. شكرا لكم، والله نبغيكم بزاف بزاف. خوكم التيكوتا. اللي كنأكدوا على كلام اخونا تيكوتا اليوم، هو حشوم على الناس اللي كيقولوا هذاك الشيء بانه توفى، وهذا الاعمار بيد الله. الانسان يتيقن من الخبر هو الاول، عاد ينشر ويسول في العائله ويسول في المريض هو الاول، لانه شتي خلق بالبلاء. السيد عنده عائله ديالو، الناس تيتخلعوا عليه. الا كان هي تليفونه طافي وتطلق بحال هذا الخبر هذا، راه تينوض بالبلاء. فتنطلب من الناس اللي تبغيو يحطوا شي حاجه على شي فنان، ما يحطوا شي حاجه تيكونوا متاكدين 100%. وكما قال خونا تيكوتا، يعني المعاونه هي احسن حاجه. واش نقول لك اخويا، الله يشافيه. حنا بغينا المغاربه كاملهم يدعيو معاه بالشفاء. تيكوتا محتاجنا كاملين اليوم. تيكوتا غدا شي واحد فينا، كلنا معرضين لهذا الموقف هذا. دونك كلنا، اي واحد قدروا الله على القليل ولا الكثير ولا حدا شي حد انه يقدر يعاون، ما يبخلش على راسو ولا تيكوتا بهذا الشيء، لانه فنان عطاء ومازال كيعطي، وبغينا باقي يعطي اكثر ان شاء الله. وكان ناقصنا ندعوا ليه بالشفاء ان شاء الله، والله يشافيه. كاع المغاربه والناس اللي كيبغيو فماير اللي كيبغيو التيكوتا وكيبغيو الفن، الناس اللي عندهم باقه الانسانيه كاينه، حنا تنشدوهم اليوم انهم يتعاونوا مع خونا التيكوتا، راه محتاجين بزاف سورتو بالدعوات. وان شاء الله الا كان اي حاجه ماديه تقدروا تعاونوا معاه، مرحبا. وباي باي، وزرعوا الجسمه. عجيب، يزرعوا الجسمه.